مع بين الزوجتين، وللأسف الستات ما بتبقاش عارفة تعمل ايه في الحالة دي. الأم مقهورة نفسيا، شيماء بنت مصرية أصبحت ضحية، يعني عايشة معاها مستديمة، ما تقبليش تكوني زوجة تانية، لأن مش موضوع مغري إن أنت تبقي زوجة تانية على فكرة. القضية طبعا قدام القضاء المصري، كلنا عارفين ان القضاء المصري بينصف الزوجة دايما، والست ليها اكبر الحقوق، ومن اكتر النتائج اللي بتحصل ان الست هي اللي بتبقى واخدة حقها. وطبعا احنا بنعزي اسماء في شيماء في اللي هي فيه، وبنقول لكل زوج مصري يا ريت تعقل وتكون عندك قدر من الحكمة، ويوم ما تتجوز طبق زي ما طبقت الشرع، طبق كلام الله. طيب عندنا مشاكل كمان، موضوع الاغتصاب الزوجي. انا ليا رأي مختلف في الموضوع ده، حاجة كده بتتاخد من الزوجة كده غصب عنها، ده اسمه اغتصاب زوجي. الموضوع ده انتشر كتير جدا على السوشيال ميديا. يعني اغتصاب زوجي ببساطة، انا مش هكلم كلام علمي بحت في الموضوع، لكن هتكلم كلمتين. انا زوجي قال لي قومي اعملي كوباية شاي وانا عايزة اعمل مانيكير او قاعدة اعمل ماسك لبشرتي، فانا ماليش مزاج اقوم. بالظبط زي هو نفس الاغتصاب الزوجي، انا مش عايزة اقوم اعمل لك شاي، انا مش عايزة اكون معاك زوكة حاليا. فالموضوع بسيط، ما تبقوش تفخموا الدنيا قوي. والستات اللي قاعدين الناشطات اللي بيقال ما تخلوش يجبرك، ما تعمليش انت كده مغتصبه زوجيا. يعني يا جماعه والنبي ما تحرفوش الدنيا، وخلوا الناس تعيش بهدوء. مفيش حاجه اسمها اغتصاب زوجي على فكره، انا ضد الكلام ده حتى لو اللي بيقولوه مختصين فمعلش دي وجهه نظركم. ايا كنتي ناشطه في حقوق المراه، او حضرتك رجل دين على راسنا وكل حاجه، ولكن مفيش حاجه اسمها كده. انا بحترم زوجي زي ما له حق ان انا اقوم اعمل الاكل، زي ما له حق ان انا ابقى في كامل هيئتي وبيت نظيف، زي ما له حق ان انا اكون زوجة، ولكن ما فيش حاجة فيها جبر. انا ما حدش هيجبرني. الاغتصاب الزوجي هو بالظبط زي ما بتغتصب افكاري او راحتي، وتقول لي قومي اعملي لي كوبايه شاي وانا مش فاضيه. فما تكبروش المواضيع وتدولها مصطلحات ما نقدرش نفهمها. ما ينفعش من اول موقف يحصل بينك وبين زوجك وتقولي لا ده مشاعري، لا ده انا ما ينفعش يجبرني. لا حضرتك يعني معلش، له حق عليكي، انت مش ملك، انت يعني مش ملك عام، انت هنا ملك خاص. هتقولولي ازاي ست وبتقولي كده؟ بقول كده من منطلق ان انا لو زوجه، معلش انا مش هطلع اقول ده جوزي بيقول لي 1 2 3. اصلا يا جماعه الكلام ده ما يطلعش بره عتبه شقه البيت. تروحيش لناشطه حقوقيه وتحكي معاها في الكلام اللي ما ينفعش يتقال، وتطلعوا تصدروا لنا ده على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بقت آفة وبقى منتشر. في سنة 2009 تم تأسيس شركة أفرولاند. اشتغلنا في الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني واستصلاح الأراضي. وفي سنة 2019 زرعنا في وادي النطرون 1000 فدان زيتون، وعملنا مصنع زيت ومخللات، وكبرت مزارعنا. والنهاردة بنقول شكراً لكل عملائنا شركاء النجاح. النهاردة بنكبر مشروع مزارع الزيتون في أراضي جديدة، وبنفتح باب الاستثمار للجميع. وكمان هنزرع في المنيا 1000 فدان بنجر بالقرب من أكبر مصنع حديث لسكر البنجر. استثمارك معانا يعني امتلك 10 فدادين في أحد مزارعنا، وهنأجر منك الأرض بعائد إيجاري سنوي 80,000 جنيه. استثمارك معانا من أعلى معدلات الأمان، عشان فلوسك بتكون في أرضك وقيمة الأرض بتزيد. أفرولاند، استثمار بفكر جديد.